يعني خلينا نحكي على خدمات ابسط شيء هي خدمات الكهرباء. كل قريه كانوا 4-5 بيوت او 10 كانت محوله 250، هسه كل قريه صارت 50 و100 بيت، صح؟ صح. زين اذا قبل 20 سنه هي محوله 250، يعني هسه راد لها 50 محوله. يعني حاجه الناس ما تخلص وحقهم، لانه اكو تاخر بالخدمات لمده اقل شيء 20 سنه. وهذا الشيء يحتاج لخطه، خطه جذريه. وانا ما اعتقد انه اكو مشكله يعني حتى بالتمويل او التخصيصات، اكو خطا، اكو خلل بالتوزيع.